رحلت الروائية والكاتبة والدبلوماسية والحقوقية اليمنية رائدة رمزية الإرياني، غير أن أفعالها ونضالاتها وجهودها ظلت باقية، يتذكرها القادة ويحتفل بها الساسة ويترحم عليها عوام وخواص الناس كافة. أن الموت قد قطف زهرة وهي في أوج أبقها، وخطف كامة وهامة وهي في قمة عطائها، وغيب نجمة وهي في أسطع وهجها. لقد كانت ابنة عمتي رمزية الإرياني أول فتاة من قرية إريان التي كسرت احتكار التعليم في الرجال فقط. كلمات مثرية ورثاءات محزنة وقصائد مدمعة كانت عنوانا رئيسيا في حفل التأبين في أربعينية الفقيدة الخالدة الذي أقامه اتحاد نساء اليمن بصنعاء، عرفانا بأدائها النموذجي واعترافا بدورها الوطني الرائد. الفقيدة رحمها الله استطاعت أن تخلق هذا الوعي من خلال نضالها وعملها المستمر كقيادية للمرأة، كقائدة للمرأة، وكقيادية سياسية في تنظيم المؤتمر الشعبي العام الذي اعتز أن أنتمي إليه، والذي اعتز أنه أول من أرسى للمرأة المكانة الحزبية في اليمن. المشاركون في حفل التأبين من الشخصيات السياسية والاجتماعية المحلية والخارجية أكدوا أن الراحلة كانت محل فخر واعتزاز لليمن، فهي أول روائية يمنية، وهي أول سفيرة مثلت بلدها أمام العالم، وهي أول يمنية تحظى بمنصب أمين عام الاتحاد النسائي العربي. قد كانت بالفعل تلك المناضلة التي نراها الآن في أكثر من مكان من خلال الصف الكبير الذي خلفته من خلفها من القيادات النسوية الكبيرة التي تعلمنا على يدها. ودعت اليمن سيدة الكلمة ومثال للمرأة المثابرة والوطنية الغيورة على الأرض والإنسان والحضارة السبائية والحميرية الأصيلة، لكنها ستظل حية في قلوب محبيها ومن عرفوها ولامسوا همومها النابعة عن الحرص والقيم والمبادئ والثبات الأشد رسوخا من جبال ردفان وعيبان. غيب الموت نجما من نجوم اليمن، غير أن حاضرها التاريخي الفاعل والحاضر سيظل قصة أسطورية يمنية مؤبدة تضاف إلى سابقاتها من نساء اليمن الخالدات. فارس الصليحي، اليمن اليوم، صنعاء. إلى ذلك